ما زلنا في استراتيجيا. يبقى معي ضيفنا الدائم اللواء الدكتور سيد غنيم من رام الله، ينضم إلينا الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أشرف عكي، ومن الجليل الأعلى شكيب شنان عضو الكنيسة سابقا. أهلا بكم جميعا دكتور أشرف. الآن في أحاديث يقال أنه الصفقة التي يعد لها في باريس قاب قوسين أو أدنى من أن تنجز، وإن كان الخبر أمس بأنه حماس لديها شروطها ونتنياهو يرفض أيضا بعض مما ورد. شوف، دعني أقول نعم، هي قاب قوسين أو أدنى، هذه صفقة ليس الطرفين المتنازعين، هي صفقة الأطراف الإقليمية والدولية التي ستفرض واقع مختلف على كل الأطراف بغض النظر عن شروط كل طرف وغاياته وأهدافه المطلقة بهذا الاتجاه. ولكن دعني أكون بالنتيجة النهائية وبغض النظر عن تفاصيل هذه الصفقة ومراحلها ونقطة البدء فيها، هي بالضرورة تعني وقف إطلاق النار وصولا إلى إنهاء هذه الحرب. وأعتقد أن في هناك يعني مجموعة اتصال سرية بدأت العمل لترتيبات الأوضاع السياسية ومستقبل قطاع غزة وذلك المسار الطويل للدولة الفلسطينية. إذن الموضوع الآن أعتقد أنه قد خرج من سيطرة الأطراف المتحاربة الآن في قطاع غزة. هناك اعتبارات أصبحت إقليمية وعالمية ودولية، يعني أصبحت اعتبارات تخص الولايات المتحدة، وبالتالي هي دفعت ببريطانيا وبفرنسا وبالاتحاد الأوروبي لكي يبعث مجموعة من الرسائل لتهيئة الأجواء لتبريد جبهة غزة بالتحديد، لأن استمرار هذه الحرب يعني تلك الامتدادات المختلفة لها التي لا يرغب بها أحد. وأعتقد أن الوقت أصبح كافيا لإسرائيل بعد يعني ما يقارب الأربع شهور لم تستطع إنجاز وإتمام مهمتها العسكرية، وهذا كله أعتقد سيكون ضاغط على حكومة نتنياهو. وأعتقد أن رئيس المعارضة الإسرائيلية طمأن نتنياهو بهذا الاتجاه لكي لا يكون مكبلا بحلفائه وشركائه في الائتلاف أسمال سموتريش وبن غفير، وهذا يعني مؤشرات واضحة على أن حتى وزير الدفاع اليوم يتحدث لنتنياهو بضرورة التفكير باليوم التالي، وأن السيطرة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة ستكون على حساب أولويات أخرى. أضف أن يعني المسؤولية المدنية على قطاع غزة يجب أن تكون لطرف آخر أو طرف ثالث وليس إسرائيل بهذا الاتجاه. إذن كل الأجواء ضاغطة، وأعتقد أن الطرفين بحاجة إلى هذه الصفقة، الجيش الإسرائيلي، الحكومة الإسرائيلية، المجتمع الإسرائيلي، أهالي الأسرى، المقاومة الفلسطينية تحتاج إلى هذه الصفقة. الظروف الإنسانية ضاغطة، الوضع الميداني صعب على كل الأطراف. إذن هي حاجة كل الأطراف، ولكن بالأساس هي حاجة الوسطاء وترتيبات الوسطاء. أمس اللاعبين الإقليميين والدوليين كاتب إسرائيلي كتب في إحدى الصحف قال أنه يعني ضرورة حمساوية هذه الصفقة، ولكن لإسرائيل ضرورة أشد بحسب تعبيره. نسمع من شكيب شنان في الجليل الأعلى بخصوص ما يذاع ويقال يتداول إسرائيليا. مساء الخير لك ولكل ضيوفك طبعا وللمشاهدين. خلينا نكون واقعيين، نتنياهو قبل كل شيء يريد أن يحافظ على حكومته. ويعني تطمينات يائير لبيد رئيس المعارضة غير كافية بالنسبة له، حتى إذا استطاع أن يمرر الصفقة بتأييد من المعارضة هذا يعني أنه سيخسر حكومته، وهذا بالنسبة له خط أحمر لن يتجاوزه دون أن يكون متأكد أنه يوجد لديه بديل. وللأسف يعني ما فيش بديل، بن غفير وسموتريتش مسكين نتنياهو بالإيد اللي بتوجعه، وهو بيعرف إنه بلاهن فيش عنده حكومة، وبيعرف إنه حتى إذا مرت الصفقة بعد شهرين يائير لبيد يصوت مع حجب الثقة على الحكومة ويذهب إلى انتخابات، وهذا الوضع نتنياهو لا يريده ولا بأي شكل. لذلك الموضوع شائك جدا. طبيعي هو لا يتغطى بالغطاء السياسي، يتغطى بالغطاء العسكري والحاجة إلى القضاء على حماس والوصول إلى تنفيذ أهداف الحرب المعلنة الثلاثة، وهي القضاء على حماس وإعادة المخطوفين ومنع وجود خطر غزة من غزة مستقبلا على مدن ومستوطنات إسرائيل في الجنوب وغيره. لذلك يعني الوضع يعني يخطئ من يظن
أنه في إسرائيل لا يوجد تداول في موضوع ما بعد الحرب، ولا يوجد تداول في موضوع الصفقة. يوجد تداول، ونتنياهو يدرك أن هذه الصفقة ملزمة، وأن الشارع الإسرائيلي يوجد به أغلبية ساحقة تؤيد إنجاز أي صفقة أيا كانت من أجل إعادة المخطوفين والأسرى. ولكن يجب أن ننوه وليكن واضح ويبرز أمام كل عين أن إسرائيل لا تستطيع أن تسمح لنفسها عدم الانتصار على حماس مهما كان الثمن، لأنه طبعا في كثار بإسرائيل بيعرفوا يسبحوا، بس ولا واحد منهم بيعرف يسبح من تل أبيب لقبرص. في حال انكسار إسرائيل فدروس السباحة لن تجدي، لذلك هي لن تسمح لنفسها. فيش قائد بإسرائيل يستطيع أن يذهب إلى أي قرار أيا كان في حين تبقى لحماس القدرة على إعادة ضرب إسرائيل، وهذا دون أن نتطرق لما يجري في الشمال. يعني طيب خلينا بدي أرجع لهذه النقطة، لأنه هذه النقطة لافتة نتناقش معك.